هما البنات اتأخروا كده ليه؟ السلام عليكم يا لوكا. وعليكم السلام. ازيك يا لولو؟ ازيك يا لم؟ الحمد لله. بقولك ايه، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. طبعا ممكن تخلي عليا معاكي عقبال ما اروح اشتري حاجات مع ماما ضروري، علشان روزة قالت لي ان هي عاوزة تسيبها معايا علشان رايحة تشتري. اقول لكم ما تقوليش لحد. قول. رايحة تشتري هدية لميرو عشان تصالحها. هي قالت لي ما تقوليش لحد. اوعي تقولي لحد خالص. لا لا خلاص مش هقول. بس هي مش عاليه سايباكي مع فيروز؟ سايبه عاليه معاكي امانه. انت ازاي هتدهاني؟ ايوه عادي، ما هي قالت لي نص ساعه واتاخرت عن نص ساعه بكتير، وانا لازم اروح اشتري حاجات مع ماما ضروري. طيب خلاص ماشي. ايه الشنطه اللي معاكي دي؟ دي فيها سناكس بتاعت عاليه، خليها معاكي عشان لو عاوزه تاكل حاجه. ماشي. انا راشيه بقى. باي. قولي لي يا لولا، اعمل لك عصير؟ لا شكرا يا لوكا، انا هتفرج على التب. طيب ماشي. وريني كده الشنطه بتاعتك دي. ايه ده؟ الله، دي فيها الاكل اللي انا بحبه قوي والبسكوت وكله. لا بس انا مش هينفع اكل منه لان دي امانه، وانا ما قلتش لا لعليا. بس انا هستنى لما تيجي واخدها واخليها مع عليا معاها، وانا هروح انا ومريم نجيب الحاجات دي. خدي يا لولو. ازيك يا عليا؟ اهلا يا ملك. ازيك؟ الحمد لله. بصي انا وانت هنخلي بالنا من عليا على ما لما تيجي، وبعد كده هنسيب عليا معاها ونروح انا وانت نجيب حاجات. مرق، ممكن اكل حبه من البسكوت ده؟ لا لا ده طعمه مش حلو، مش حلو خالص. انا هروح اشوف لعبه في الاوضه نلعب بيها. تمام، خلي بالك من عليا. ودي شنطه السناك بتاعها. ياه انا جعانه قوي. ايه ده، هو مفيش الا عصير بس في المطبخ؟ طب انا ممكن اكل من حاجه حلوه بتاعت عليا، مفيش حد هيعرف. عليا ايه رايك؟ بصي ده احسن، ايه رايك تبدلي معايا؟ وده صغير وده كبير، ايه رايك نبدل انا وانتي؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ ايه كل يا علي، عامله ايه؟ الحمد لله. انتي بتاكلي البسكوت ده؟ انا مش حلو. انتي فين البسكوت التاني بتاعك؟ بصي انا هشوفهولك في الشنطه. ماشي. اصل ده مش حلو يا علي صراحه. انتم الاثنين غلطانين. لما غلطت في ان هي ادتني عليا وفيروز سايباها معاها امانه. او كنت لو انت ما كنتش عايزه عليا كنت تقدري تقولي لفيروز انا مش هقدر اخد بالي منها، او انا مش فاضيه عشان اخدها، لكن مش تدهاني وهي سايباها معاكي امانه. وتاني حاجه غلطتي فيها انك قلتي لي السر بتاع صاحبتك، وده ما كانش ينفع تقوله لي. افرضي هي كانت عامله لي مفاجاه. وانت يا ميرو غلطتي في انك كلتي البسكوت بتاع عليا من غير ما تستاذنيها وبدلتيه معاها. فيلا بينا نبدا الحلقه ونشوف موضوعنا. يلا بينا. يلا يلا بينا. بنات 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 بنات. لا 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 لا